هوريها لكم دلوقتي بعد ما شبكنا جزء منها. بتتعمل مفرش سرير وبتتعمل مفرش سفرة وحدات مفرش للنيش والبوفيه والكوموجينو وللترابيزات. هنا اهو بعد ما قفلناها جمعنا 6 وحدات. طبعا بنفضل كده نشبك الوحدات حسب طول المفرش اللي احنا عايزينه وعرضه بتاع السفرة او الجيم. في المفرش ده للكوموجينو او للسريحة لأي حاجة احنا عايزينها. بنزود طبعا في العدد زي ما احنا شايفين هنا. طريقة التشبيك بالإبرة العادية، انا مشبكة بإبرة كنف عادي، مش لضمة الإبرة بخيط الغزل. وبسيب هنا 2 وبسيب 2 من كل جنب، جي سايبة 2 هنا في النص جي البيكو، ونقفل عشان يبقى المقاس قد بعض. وهنا بسيب الجزء ده 3 دول، بسيب 3 دول في كل جنب وبقفل في جنب زي ما احنا شايفين شكلها. يعني بجيب كده الوحدة زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده، وبشبك بجيب واحدة تانية وبشبك لحد المقاس اللي انا عايزاه. وده المفرش بتاعنا، والوحدة سهلة جدا وبسيطة مفيهاش اي حاجة زي ما احنا شايفين شكل الوحدة. الوش زي الظهر، ده الوش بتاعها ده ظهرها. احنا بنعمل سلسال شرح الوحدة، بنعمل سلسال على قد المربع اللي احنا عايزينه، بنكبر بنصغر براحتنا. وبعد كده بنطلع بنرتفع 3 سلسال وبنحشي السلاسل كلها عمود سلسال عمود سلسال لحد ما بحشي هي بتدينا فراغ. طبعا السلسال اللي ما بينهم هو اللي عامل الفراغات دي، وبنفضل طالعين كذا دور كده فوق بعض. وبعد كده بيجي على الحرف هنا واروح عامله، يبقى بدخل هنا بغرزه حشوه من البدايه. من هنا بدخل بعد ما اخلص العمدان دي بدخل بغرزه حشوه لحد النص هنا كده. بفضل الف كل المربع يعني حوالي 3 ادوار حشوات، بملاك كده كل المربع ده ب3 ادوار. وبعد كده بيجي بعد ما بعمل ال3 ادوار حشوات بيجي هنا بمشي بالحشوة، وبيجي هنا في النص بعمل سلسال بعمل سلسال مثلا 6، واروح جاية هنا مفوتة 6 سلاسل من النص واروح عاملة حشوة. وبعد كده برجع بلف بدوره بدور المربع كده واشتغل البيكو على حرف السلاسل اللي انا عملتها. وبعد كده بنزل هنا البيكو بتنتهي هنا، بروح بمشي هنا سلاسل حشوة على حرف السلاسل دي، بعمل حشوة واروح عاملة سلسال 5 واروح قافلاه في البيكو اللي انا عاملاه هنا. بعمل 3 بيكو على حرف السلسال اللي انا عاملاه اللي هو 6 اللي انا عملتهم، عملت عليهم 3 بيكو. بعمل هنا بمشي بسلسال بعمل سلسال 5 واروح قافلة في البيكو واروح عاملة 5 سلسال تاني واقفل في اول بيكو، بسيب البيكو اللي في النص جي زي ما احنا شايفينها جي ما بشتغلش عليها، بشتغل 5 على جي وبعد كده 5 سلسال بشتغل على جي. بروح قافلة هنا بفوت 5 حشوة واروح قافلة وارجع تاني اروح لف الشغل واشتغل بيكو وافضل كده يعني ظهر وش لحد ما تديني الشكل الوحدة اللي احنا شايفينها جي. ده المفرش ان شاء الله يعجبكم، سهل جدا.